وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. مرحبا بك أستاذ جميل. ويعني في اليوم الأخير من منتدى شباب العالم شهدنا اليوم جلسة تخريج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم الخريجين شهادات التخرج، وتابعنا وقائع الجلسة. فيعني دعني أبدأ وأسألك أولا في يعني مسألة وجود أكاديمية وطنية للتدريب، كان على غرار المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، هي معهد أو إدارة أو جهة منوط بها تدريب القيادات في الدولة، كيف ترى وجود مثل هذه الأكاديمية الوطنية للتدريب على أرض مصر؟ هو في البداية طبعا كان النهاردة الحفل رائع، طبعا في حفل تخرج دفعات الأكاديمية. طبعا وجود مثل هذه الأكاديمية على أرض مصر ده شيء مهم جدا. احنا شايفين العالم كله بيتطور من حولنا، ان في عندنا في مصر ايضا عدد كبير من الشباب على درجة عالية جدا من الكفاءة وعلى درجة عالية جدا من التميز والخبرة. فطبعا وجود مثل هذه الأكاديمية على أرض مصر قادرة على تدريب الشباب على القيادة، طبعا بالتعاون مع أكاديميات عالمية ومؤسسات عالمية كلها بتثقل الشباب المصري وبتثقل فيهم روح القيادة والعمل على القيادة في مواقع كتيرة جدا، وان هم دول اصبحوا نواه لقيادات شابه جديده تتبوأ مناصب داخل الدوله المصريه، يمتلكوا التميز، يمتلكوا ايضا التعليم والتدريب الراقي، يمتلكوا كل مسببات اللي هي قادره ان هي توصلهم ان هم يبقوا متواجدين في مناصب قياديه، يقدروا ايضا داخل المناصب القياديه دي ان هم يتدربوا اكتر وياخدوا الخبره من على ارض الواقع، ثم بعد ذلك يتبوأوا المناصب الكبرى. انا شايف ان ده طبعا انجاز جديد اضافته الدوله المصريه طبعا بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال اهتمامه بالشباب المصري. الشباب المصري اصبح له اولويه كبيره جدا في الدولة المصرية، وأصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى من 2014 حتى وقتنا هذا مهتم كثيرا بالشباب المصري، يعلم أن الشباب هو اللي عنده القدرة على إعادة بناء الدولة وإعادة التنمية، وأن هم بخبراتهم وبأفكارهم الجديدة المتطورة قادرين أن هم يتقدموا بالدولة المصرية. وأكبر مثال على ذلك مبادرة حياة كريمة اللي خرجت بفكرة شبابية وتم تنفيذها على أرض مصر وتنفذ في الوقت الحالي لرفع المعاناة عن كاهل 58 مليون مواطن مصري ما كانش بيوصل لهم أي دعم، كانوا يعيشوا في معدلات فقر أو معدلات في بيئة غير سليمة أو غير ناضجة. تم إهمال تلك المناطق لفترات طويلة جدا، لكن هذا الشباب بمبادرته قدروا أن هم يوصلوا إلى كل تلك القرى والاهتمام بها ورفع كفاءتها. كل ده لما الشباب بياخد فرصته، الشباب بيبدع، الشباب بيقدر ينفذ على أرض الواقع كل طموحاته وكل أفكاره. طبعا منتدى شباب العالم في اللي احنا شفناه في نسخته الرابعة من حيث التنظيم ومن حيث التنفيذ ومن حيث الجلسات ومشاركة الشباب، ده كان أكبر دليل أيضا على اهتمام الدولة بالشباب المصري، وأن الشباب المصري يمتلك الإبداع ويمتلك القدرة على تنفيذ كل ما هو مبدع داخل الدولة المصرية. احنا النهارده تابعنا استاذ جميل كمان يعني في تخريج الدفعات شفنا تنوع في الشباب الموجود ومن جميع الفئات ومن جميع التوجهات، عندنا من اساتذه الجامعه، من القضاء والنيابه الاداريه والنيابه العامه والمصر للطيران، ويعني من جهات مختلفه ومتباينه. يعني اسال حضرتك ما يحتاجه المصريون سواء
يعني موظفين أو في مجالات القيادة من برامج تدريبية ليكونوا بالفعل يعني مجهزين للانتقال في مكان عملهم من مكان إلى مكان أعلى؟ هو طبعا للأسف الشديد كان لفترات لسنين طويلة أو لعقود طويلة جدا ما كانش فيه اهتمام بالمواطن المصري، ما كان فيه اهتمام بالإبداع اللي موجود عند الشباب المصري أو عند الشعب المصري. لكن هو الشباب المصري محتاج طاقة نور يقدر يخرج بيها ويقول أنا موجود ويقدم خبراته ويقدم أفكاره الجديدة، ولكن كان محتاج أن حد يهتم بيه. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك اهتم بالشباب واهتم ببرامج تدريب الشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وثم بعد ذلك الأكاديمية الوطنية. كل ده خرج إبداعاتهم لجواهم. في الوقت الحالي كل الشباب المصري محتاج أو في جميع المؤسسات محتاجين إعادة تدريب وإعادة تأهيل مرة أخرى وإطلاق العنان للفكر على أساس يتم الإبداع في كل موقع من المواقع، ما تظلش المواقع جامدة كما هي اللي هو ده بيتم تغييره في الوقت الحالي. كان في السابق كل المواقع وكل المؤسسات كانت جامدة ما فيش فيها أي تحرك، ما فيش فيها أي تطوير، ما فيش فيها أي تحديث، لأن ما كانش حد بيدي فرصة لشباب يتحرك، ما كانش حد بيدي فرصة لإبداع يظهر. لكن في الوقت الحالي زي ما قلت لحضرتك منذ أن تولى الرئيس وفي اهتمام بالإبداع والاهتمام بالفكر والاهتمام بكيفية طرح الأفكار صحيح. وكيفية متابعة الأفكار دي وتنفيذها على أرض الواقع، في ديناميكية كده في أماكن العمل. طيب أسأل حضرتك كمان على التعامل مع الشركاء الدوليين. شفنا النهاردة مداخلات من فرنسا، من جنيف، من كوريا، بالإضافة لوجود ممثل هيئة الاعتماد الأمريكية. كيف ترى التعامل مع الشركاء الدوليين وأهميته في تبادل الخبرات والنقل التجارب الناجحة؟ هو بالطبع التعاون مع الخبرات الأجنبية ومع المؤسسات الخارجية ده بيفتح مجالات للأكاديمية والمتدربين فيها إن هم يطلعوا على خبرات دول أخرى في كيفية التدريب وكيفية التأهيل وكيفية دخول معترك العمل، مش العمل بس، لا ده المناصب والمواقع القيادية على مستوى العالم. نشوف التجارب دي اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، في كوريا، في جنيف، في أكثر من دول العالم، والانفتاح على العالم ده شيء بينقل الخبرات وينقل المعلومات لينا وبيحقق استفادة كبيرة، بجانب ان احنا عندنا هنا تدريب وأساتذة ومدربين على أعلى مستوى، لكن برضو نقل الخبرات الأجنبية إلى الدولة المصرية والتجارب الأجنبية في عمليات التدريب والتطوير بالنسبة للشباب ده طبعا شيء مهم جدا وشيء مهم أي دولة محتاجة أنها تتقدم. هي محتاجة أن هي تشوف التجارب الدول الأخرى كيف تم نجاح التجارب بتاعتهم وكيف تم تنفيذ التجارب دي على أرض الواقع. فطبعا المشاركة مع أكاديميات أجنبية ومؤسسات خارجية كل ده هيثقل الشباب وهيثقل عمليات التدريب وهيفيد المتدربين وبالتبعية سيفيد الدولة المصرية في كافة المجالات. في غضون سنوات قليلة من 2017 ودي بداية الأكاديمية الوطنية للتدريب وحتى الآن، يعني أصبحت الأكاديمية الحقيقة منصة قوية لتخريج دفعات من الشباب، وده باعتراف الجهات الدولية والممثلين الذين تحدثوا اليوم. برأيك أهم عناصر نجاح الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال سنوات قليلة؟ هو طبعا أهم عناصر النجاح اللي موجودة فيها اللي هي طرق التدريب، طرق الاختيار، وسائل التدريب اللي موجودة، المتدربين اللي هم موجودين بيتم اختيارهم والإشراف عليهم. لاختيارهم دول طبعا لازم يكونوا ذوي خبرة وعندهم أفكار ويسعوا إن هم يتطلعوا دايما للأحسن. طبعا من وسائل النجاح أيضا زي ما قلنا نقل الخبرات الأجنبية إلى الداخل المصري.
المتابعة المستمرة طبعاً، ودي نقطة مهمة جداً لازم نحطها في الاعتبار، المتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية، وإن هو دايماً بيسعى إلى العمل على تدريب الشباب والاهتمام بالشباب، وفي كل لقاءاته بيهتم بالشباب. إذا المتابعة المستمرة وأيضاً الخبرات ووسائل التدريب اللي موجودة داخل الأكاديمية، وأيضا زي ما بنقول إن هو الدخول إلى أرض الواقع، يعني متابعة ما يحدث على أرض الواقع، ده أيضا من نجاحات الأكاديمية نفسها. أستاذ جميل، ما سمعناه اليوم أيضا هو وجود توجه لتدريب النشء وتدريب الباحثين والشباب العرب، وكان بالإضافة طبعا أنه في بالفعل شباب أفارقة موجودين يعني من فترة سابقة. كيف ترى هذا التوجه في المستقبل، التوجه نحو النشء ليس فقط الشباب والقيادات التنفيذية؟ هو طبعا التوجه نحو النشء ده شيء مهم جدا. احنا شايفين في الوقت الحالي نظام التعليم الحديث داخل الدولة المصرية انه بيسعى الى ادخال نظم تعليم جديدة على النشء والاهتمام بيهم من الصغر. طبعا اختيارات النشء اللي موجودة، لان في النشء مواهب كتيرة جدا بتبقى موجودة، يجب ان يتم صقلها من صغرها والاهتمام بها وتوضيحها للطفل نفسه أو الشاب نفسه إن عنده هذه الموهبة والعمل عليها والشغل عليها بشكل كبير. طبعا ده من أهم الأشياء، الاهتمام بالنشء. وبالنسبة طبعا التعاون مع الدول الأفريقية والتخريج والاستفادة من الخبرة المصرية ومن الأكاديمية المصرية للدول الأفريقية، ده شيء طبعا في غاية الأهمية. احنا عارفين ان أفريقيا هي العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، ان مصر في الوقت الحالي بتسعى كثيرا الى رفع المعاناة عن كاهل الدول الأفريقية. كنا شايفين الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن الدول الأفريقية، وان على العالم كله ان هو يهتم بالقارة الأفريقية، وخاصة في قمة المناخ الأخيرة في جلاسكو الرئيس تحدث عن أفريقيا، ويجب على كل دول العالم أن تهتم وتدعم الدول الأفريقية. وطبعا على الجانب الآخر أن الدول الأفريقية تعلم جيدا أن مصر هي الدولة الكبرى في المنطقة، أن مصر هي الدولة المتحدثة باسمها، أن مصر هي قادرة على إيصال صوتها إلى العالم كله. فوجود مثل وجود من شباب من الدول الأفريقية متواجدين داخل الأكاديمية، ده شيء بيعود بالنفع على الدول الأفريقية نفسها، لأنها بتستفيد من التدريب داخل الأكاديمية ليتبوع شبابها المناصب عندهم في الدول الأفريقية، وأيضا نقل الخبرة المصرية اللي موجودة في إعادة البناء وإعادة تنمية الدولة المصرية مرة أخرى. فأعتقد أن ده شيء مهم جدا. بالنسبة للدول العربية ووجود شباب من الدول العربية، ده شيء مطلوب في الوقت الحالي. احنا شفنا في عدد من الدول العربية للأسف الشديد وفي دول الشرق الأوسط للأسف تم تدميرها نتيجة لعمليات وتنظيمات إرهابية أو نتيجة حروب داخلية وخلافه. فمحتاجة أجيال جديدة قادرة على إعادة بناء الدولة، محتاجة أجيال جديدة قادرة على تماسك ووحدة الدولة والعيش في أمن وسلام وسلم. فوجود الطلبة دول أو الاستفاء أو محاولة جذبهم إلى الأكاديمية هيعود بالنفع عليهم، على الشباب الجديد نفسه، هيعود بالنفع على الدولة اللي هو جاي منها. هيسعى إلى نقل التجربة المصرية في التنمية، في البناء، في القيادة أيضا إلى دولته فيستفيد منها. أعتقد أن يجب أن يتم أن يكون هناك أعداد كبيرة من الطلبة أو المتدربين من الدول العربية، وخاصة من الدول للأسف الشديد عانت كثير من الحروب وعانت كثير من الدمار خلال السنوات الأخيرة. صحيح. احنا سمعنا النهاردة دكتورة رشا قالت أن احنا مستعدين لاستقبال يعني من اليمن، فواضح أنه بدأت بالفعل برامج للدول اللي قلت عليها حضرتك بتعاني فعلا من ما بعد يعني الصراعات. حضرتك الأثر الترويجي
لمنتدى شباب العالم. أولا حفل خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية في منتدى شباب العالم، هذا التواجد يعني الكبير من الشباب من مختلف دول العالم بيشاهدوا هذا الحفل، وأيضا المشاركات الخارجية اللي كانت معانا في حفل تخريج شباب العالم، حفل الشباب، هل يوجد أثر ترويجي لمنتدى شباب العالم بالنسبة لأكاديمية الوطنية للشباب؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك إن المنتدى شباب العالم هو أصبح دلوقتي هو المنصة العالمية للشباب، يقدروا يتحدثوا ويتكلموا ويناقشوا كل الأمور وكل القضايا وكل الأزمات اللي بتواجه العالم، ووضع رؤية استراتيجية ليها جدا، وده اللي احنا شفناه طبعا في التوصيات اللي تتمت. لكن طبعا وجودهم ورؤيتهم للأكاديمية الوطنية للتدريب ومتابعتهم لحفلات التخرج، أعتقد أن كل دول واحد منهم سفير لمصر في بلده، مش سفير من بلده في مصر، لا هو سفير طلع من مصر، هو جه مصر في منتدى شباب العالم ثم عاد بعد ذلك الى دولته، وقدر ان هو ينقل ما يحدث داخل الدولة المصرية من تطوير وتحديث وتدريب للشباب ايضا من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، ينقل الصورة الحقيقية لمصر بتسعى اليها في الوقت الحالي من تمكين للشباب ووضعهم في الطريق الصحيح وتدريبهم وصقلهم من خلال أكاديمية الوطنية للتدريب. وأعتقد أن كل المشاركين داخل منتدى شباب العالم في الوقت الحالي شافوا قد إيه الشباب المصري قدر أنه هو ينظم هذا المنتدى، وان هو يكون على قدر المسؤوليه، وانه من بدايه استقباله في المطار لغايه سفره والجلسات اللي تمت والمناقشات اللي تمت، فهيشوف الخبره اللي وصل ليها الشباب المصري من خلال التدريب ومن خلال التحديث ومن خلال الخبره في المنتديات السابقه. اذا نقل الصوره الواضحه داخل هذا المنتدى ونقل ما حدث اليوم من حفل التخرج من الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الخارج، ده طبعا بكل الفخر، هو بيدعو للفخر للدولة إن مصر قدرت إن هي تنظم هذا المنتدى، وإن مصر أصبحت دولة تتبوأ مكانتها على مستوى العالم. أستاذ جميل، حضرتك جاوبت ضمنا على سؤال كنت هسأله على يعني شقين متعلقين بالمنتدى، شق يتعلق بالتنظيم وأجبت عليه حضرتك، وشق آخر يتعلق باختيار الموضوعات. احنا النهاردة في اليوم الرابع، اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم، على مدار الثلاث أيام الماضية تابعنا الموضوعات اللي كانت بتناقش خلال الجلسات المختلفة للمنتدى، والحقيقة يعني أنا تابعت حتى الصحافة الدولية وهي بتتكلم على يعني موضوعات المنتدى، وكان في إشادة من بعض المسؤولين باختيار الموضوعات. كيف تبعت الجلسات المختلفة والموضوعات المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية؟ هو احنا لو بصينا على الموضوعات او جلسات اللي تم الموضوعات اللي تم مناقشتها، نلاقيها انها مختارة بدقة وبعناية شديدة جدا، وتلمس الواقع بتاعنا الحقيقي مش لمصر بس ولكن على مستوى العالم كله. يعني لو بصينا للجلسة الأولى هنلاقي جلسة الكورونا والعالم ما بعد كورونا، احنا فعلا في مرحلة صعبة جدا ومرحلة فارقة بالنسبة للعالم كله، احنا في ظل جائحة كورونا، الناس يعني العالم هيتصرف ازاي او كيف هيواجه أزمة كورونا، العالم ما بعد كورونا، والاتجاه للرقمنة والاتجاه لثقافة العالم كلها تغيرت. احنا لو شفنا عن الأمن والسلم، جلسة الأمن والسلم، وأيضا محاولة السلام بين الشعوب، احنا شايفين للأسف في عمليات صراعات كتيرة جدا على مستوى العالم، في منظمات إرهابية، في لاجئين محتاجين ان هم يتم تقديم الدعم لهم، في ازمات كتيره حصلت بسبب الصراعات والخلافات ومحاوله للم الشمل العالمي في ظل الوقت الحالي من اجل اعاده التنميه وبناء الدول وبناء المستقبل للشباب. لو شفنا على ايضا جلسات الامن المائي وما تم، احنا شايفين في
في أزمات كثيرة في على مستوى العالم، في تغير المناخ أيضا، تغير المناخ ده بيأثر على العالم، وأصبح دلوقتي بؤرة اهتمام العالم دلوقتي هو قضية المناخ، وإن مصر هتستضيف إن شاء الله هذا العام قمة المناخ 27. إذن كل ما تم من مناقشات هي مناقشات مهمة جدا، قضايا مهمة جدا تمس العالم كله، قضايا كلها يعني لو بصينا بشكل واقعي هي الهدف الأول والأخير فيها هو الاستقرار ومحاولة وضع صورة حقيقية للعالم في يعني خلال الفترة القادمة، تبعد تنبذ العنف وتنبذ الخلاف، تهتم بالشعوب، تهتم بالمواطنين، العمل على التنمية الشاملة، الحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ، وكل ده كلها موضوعات مؤثرة هامة جدا تؤثر بشكل كبير بالسلب وبالإيجاب على شعوب العالم. أخيرا أستاذ جميل عفيفي، كيف يمكن استثمار نجاح منتدى شباب العالم سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي؟ هو طبعا استثمار منتدى شباب العالم، هو منتدى شباب العالم فخر لكل مصري وفخر لكل مواطن حتى على مستوى العالم كله، إنه يبقى فيه منصة إعلامية، مش إعلامية، منصة عالمية، لأن الشباب يقدر يقول رأيه ويقول فكره في كل القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها. ممكن يكون في مؤتمرات بتتكلم عن قضية واحدة أو قضيتين، لكن احنا بنتكلم على قضايا كتيرة جدا بالنسبة للشباب، وان هو مدينة شرم الشيخ أصبحت هي المدينة اللي بتحتضن صوت الشباب العالمي، وجود هذا الكم الكبير من الشباب 196 دولة باختلاف ثقافاتهم باختلاف دياناتهم باختلاف معتقداتهم، ان هم يقعدوا مع بعض ويعرفوا أبعاد كل ما يحدث في كل العالم، أعتقد أن ده شيء مهم. نقل الصورة الحقيقية للوضع على أرض مصر إلى الخارج ده حاجة مهمة جدا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضر لكل الجلسات وكل الندوات ويتحدث مع الشباب، وكان بينقل التجربة المصرية في إعادة بناء الدولة، في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، في رؤيته في المنطقة وفي مستقبل العالم. كل ده كان ليه أثر كبير جدا أعتقد عند شباب العالم كله، إن هم يعني من النادر إن شباب في أي دولة في العالم إن هم يقعدوا مع رئيس أو أحد المسؤولين، لكن ده رئيس جمهورية مصر العربية قاعد وبيتكلم معاهم في كل مناقشاتهم وفي كل مباحثاتهم، وبيطرح رؤية الدولة المصرية، وأيضا كيف إن الدولة المصرية قدرت تتغلب على كافة الصعاب، لأن التجربة المصرية دي تجربة فريدة في كل المجالات. يعني لو حضرتك بصيتي خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، تجربة فريدة، تجربة في إعادة بناء الدولة المصرية، تجربة في العمل على رفع كفاءة المواطنين، خلق فرص عمل جديدة، القضاء على الإرهاب ومحاربته، دي أيضا تجربة فريدة على مستوى العالم. فنقل وتوضيح الصورة الحقيقية للعالم كله، حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية أيضا تجربة فريدة فيما يحدث فيها، فنقلها كلها إلى العالم وتوضيح الصورة بشكل حقيقي عن الدولة المصرية، فأعتقد أن ده أكبر استفادة من هذا المؤتمر. أيضا نقل زي ما بقولك الشباب لما هيسافر بلده ويروج لهذا المنتدى ويروج للدولة المصرية ومدينة شرم الشيخ، طبعا هتجذب عدد كبير من السياح إلى الدولة المصرية. وأعتقد أن مصر في الوقت الحالي أصبحت زي ما احنا شايفين وزي ما احنا واضح ان هي قوة فاعلة في منطقة الشرق الأوسط، هي القوة الفاعلة الوحيدة دلوقتي في الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط، وهي قادرة على ان هي تجذب كل دول العالم إليها من خلال منتدى شباب العالم، منتدى شباب العالم والمؤتمرات اللي بتتم على أرض مصر اللي بيجيها كل دول العالم في ظل جائحة كورونا، لأن مصر قدرت إن هي تتخذ إجراءات احترازية واضحة جدا وصارمة جدا، وده نتاجه إن المؤتمر الحمد لله تم بخير بهذا الشكل. الحمد لله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.